ففداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إلى السير على منهاجه واقتفاء أثره، إذ كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق محمد بن عبد الله ابن آمنة صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذه الطريق، وأن يعيننا على القيام بالواجب حتى نلقاه صلى الله عليه وسلم على الحوض، ونشرب من حوضه ذلكم الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ أبدا، وذلكم الحوض الذي أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ ومسلم وغيره أن كل من خالف يذاد عنه، أي تذوده الملائكة، وهو صلى الله عليه وسلم يستقبل أمته على الحوض فيرى أناسا يعني يذادون عن الحوض وعليهم أمارات الصلاة، أي من المصلين، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يستفسر، فقيل له إنهم قد بدلوا، أي إنهم لم يثبتوا ولم يبقوا على ما تركتهم عليه، فيقال أو يقول صلى الله عليه وسلم فسحقا فسحقا فسحقا، أي فبعدا فبعدا فبعدا. وقد اختصر هذا المشهد ناظم أي ابن أبي زيد القيرواني المالكي عليه رحمة الله تعالى، متوفى 680 في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، قال ناظمها: وحوضه تريده الأمة لا إظماء من شرب منه مسجلا، وإنما يذاد عنه كل من بدل أو غير سرا أو علن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الطريق، وأن لا يجعلنا ممن يبدل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.